السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة خطوات الإفصال والخياطة، ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نكمل معكم الكمالة ديال هذاك الكاش بلاطو، نديرو اليد ديال البراد والقاع ديالو، وغادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي تفصلوهم. غادي نحتاجو توب اللي فصلنا فيه داك الكاش بلاطو ديال الفيديو السابق، وهاد الشبيكة، وهاد اللاوات، هاد المبطن هذا. غادي ناخدو التوب. الا بغيتو ديروها دايره غادي تعبروها غير بالسلافة، هذاك القاع ديالو غتعبروها هكا بالسلافة. الا بغيتوها كبيره شويه راه غادي تزيدو سنتيم سنتيم على الدوره كامله، اولا جوج سنتيم الا بغيتوها دايره. انا كما قلت لكم عندي بزاف الاشكال ديال هاد الدايرين، بغيت نبدل ندير هادو اللي على شكل مربع. غادي ناخذ في العبار، غادي ناخذ 14 سنتيم، هي 14 سنتيم، ومن هنا 14 سنتيم، ها هي. تنجيبو هادي بلا ما نبقى نعبر انا هنا ونعبر هنا، غادي نجيب هادي حد هاد التراساج هذا، ونجيب هادي حد هاد التراساج هذا بحال هكا، وتنقطع. بحال هاد الشكل هكا، ونبدلو الموديل ونبدلو المهم ما بغيتهاش انايا تجيني مقنته هكا. غادي نحيد هاد القنت هذا، غادي نديرها شويه دايره مقوره بحال هكا، وعاود هادو هي تنجيو نقطعوهم. ها نتوما نديرو بحال هكا، هي كنجيو ندورو بحال هكا. جات مربعة في نفس الوقت دايرة شوية. هانتوما الشكل اللي عجبكم، واليد حتى هي نديروها نفس الشكل، غير غنكبرها واحد شوية ونزيد عليها واحد السنتيم سنتيم سنتيم باش تجيني شوية كبيرة، لأن على حسب البراد، إلا كان شي براد صغير راه غادي تجيك حتى هادي نيت راه تجيك، إلا كان براد كبير خص تكبرها شوية. المهم أنا نزيد سنتيم من هاد الجنب، وسنتيم من هاد الجنب، وسنتيم من هنا، وسنتيم سنتيم. هادي ديال القاع ديال البراد، هادي اللي صغيرة شوية، وهادي اللي كبيرة ديال اليد ديال البراد. هانتوما بحال هكا، غادي نقطعو هاد اللاوات هذا، غادي نقطعو في القياس ديال هادي، ونقطعو في القياس ديال هاد الكبيرة. هادي جاني شوية وعاود سنقطعو نفس الشكل في هاد الشبكة هادي.
سناخدو هادي سنحطوها بحال هكا، كناخدو التوب وتنحطو فوق منه هذا كما درنا في في الكاش بلاطو هانتوما، وتندوزو هاد الخياطات هادو وتنحط فوق منهم الشبكة بحال هاد الطريقة هادي. وهذا هو القاع، حتى هو كما قلت لكم غادي نقطع طرف من اللواط وطرف من الشبكة باش يجينا الطقم بحال بحال. غادي ندوز بعدا عليهم الخياطة، راه شفتو في الفيديو السابق دوزت الخياطات بحال هكا، غادوزهم طول ودوزهم عرض وتحطو فوق منهم هذا، وغادي ديرو البيي. انا نخيط ونرجع معاكم. ها هي بعد ما خيطتها هانتوما، غادي ناخد هاد الشبكة هادي وغادي نحطها فوق منها وندوز عليها البيي بحال هكا. وها هي اليد ديالنا بعد ما ساليتها بحال هكا، وها هو القاع ديالنا. بيناتهم شي حاجه قليله هانتوما، هاد القاع جا صغر من هادي شويه. غادي نزينوهم دابا بهاد السنته هادي، وغادي نزينوه من الجناب. ما بغيتش ندير عاود كما درت في البلاطو. الا بغيتو الا عجبكم داك الموديل ديروه. انايا قلت غادي نبدل الديكور شويه وغادي ندير غير وريضات من الجناب. انا نوريكم الطريقه كيفاش من بعد ما كنقطعوا طروفة هكا فيهم 10 سنتيم، تناخدهم نديرهم على شكل وريضات بحال هكا، كنشدوها تنتنيوها هكا على زوج، تنتنيوها بحال هكا. المهم على حسب نتوما شحال بغيتو تجيكم فيها. تنشدوها من الوسط، كتدخلوا الإبرة وتعاودوا تندور عليها. تناخد قلت لكم واحد العقيقة ديال الجوهر بحال هكا، ندخلها هكا بحال هكا، وتنديرهم هنايا في القناة. وسنعقدها بحال هكا هانتوما الشكل ديال الزواقة ديالي. بغيتو ديروهم في قنت واحد، بغيتو ديروهم في كاع القنات ماشي مشكل هانتوما. اولا لا بغيتو ديرو ديك بابيون هابطة هكا من الجناب بحال هكا، هي ديال هاد اليد ديال البراد. غادي ندير لها بحال هكا وغادي نرد هذا لداخل هانتوما بحال هكا. اولا نطلع هاد الدونتيل هكا بحال هكا، تا هكا زوين هانتوما. كتشدو هاد الراس تتنيوه، كتتنيوه بحال هكا وكتنيوه هذا الفوق. تتنيو هادي وهادي تتخليوها بحال هكا، وتدوزوها بالماكينه من هنايا وتتصبروها هنايا، تتصبروها من هنايا. ك
كتجي بحال هكا. وهو الشكل ديال القاع ديالنا، جا على هذا الشكل، هذا جاو فيه هاد الوريضات زويونين. ما بغيتهمش نتوما في كاع الجوانب، ديروهم في جهه وحده. وها هو اليد ديالنا، جات على هاد الشكل هذا، صراحة جات رائعة وزوينة. أنا غنوريكم كيفاش غتجي الحطة ديالها في مع البراد. هانتوما هانتوما كيفاش جا من الجنب. دوزت عليه هاد الذهبي هذا، وغادي نوريكم كيفاش جا مع الكاش بلاطو ديالو. هانتوما هانتوما كيفاش جا، جا على هاد الشكل هذا. هانتوما كيفاش جا، جا على هاد الشكل هذا. وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا، واشتركوا معايا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالي.